شاكر كنزاري، مرحبا بك شاكر مباشرة من قروة. رياض مرحبا، تسمع فيا توا؟ نسمع فيك، وتحياتي لسي هشام بن عمران يا شاكر. هو بده يسمع فيك رياض، اكيد الفرحة كبيرة كانت اليوم بانتصار المنتخب الوطني التونسي، خاصة جاء بعد فترة، ولا خليني نقول فما برشا شك خلف المنتخب الوطني التونسي في الأيامات الأخيرة، خاصة بعد الدور الأول. اليوم المنتخب التونسي كما تفرجتوا الناس الكل أكيد كان اليوم الأفضل على الميدان، واستحق المرور نتاعو إلى الدور القادم في انتظار إن شاء الله يواصل المنتخب الوطني التونسي المشوار نتاعو في الكأس الإفريقية هذايا. هو موجود معايا كما قاعد شاهد رياض هشام بن عمران، أكيد المسؤول عن المنتخب التونسي وأكيد رئيس الوفد لهنا. سي هشام مبروك، أو معناتها فينا الموصي هشام الغشرة وتعدات الكل. الغشرة وتعدات خويا، الحمد لله. سي رياض ساعة نسلم على رياض برشا، ورياض كي نقابله في المناسبات هذيا ديما نوصل لبعيد في التورنوا. وجوه كثير، وجوه كثير. يعرف عنده تاريخ معايا رياض، ومشى معايا في 2013 ووصلنا في عندنا كوب دي مصر، هذا للتاريخ. يعطيك الصحة سي هشام. نسلم على عايشك ونسلم على الاولاد الموجودين في الفاتو، وكما تشوف فرحه كبيره، فرحه كبيره، خاطر تعرف الصعوبات اللي معناتها جاونا من قبل، من اللي بدينا الشامبيونات هذايا، من الاربيتراج، من كوفيد، من مشاكل. الحمد لله يا ربي معناتها حاولنا باش نتجاوزوا الصعوبات هذيا، وبالرغم الثلاثه معناتها بالثلاث بوان تعدينا ضد فريق نيجيري عن ايد وعتيد وعنده تاريخه في الكوره. بالرغم من معناتها النقائص اللي عندنا، واللي معناتها الملاعبيه في كوفيد عندك اربعه ولا خمسه ملاعبيه. سي هشام سؤال، وانت تحكي على النقائص قبل المقابله كان فما برشا ضغط عليكم كمسؤولين وكملاعبيه، حكينا على الاقل ال 24 ساعه دخلت تسع شهور في المنتخب التونسي. والله الضغط، ما كانش ضغط كبير معناتها بالنسبه لنا احنا كمؤثرين، حاولنا اون دي كونت لي بروبليم ولا بريسيون اللي موجوده. نحن عندنا ثقه، قلنا لهم عندنا ثقه في المجموعه اللي موجوده، 28 ملاعب اللي جاوا معناتها كونفوكي الكلهم معناتها قد المسؤوليه، وعندنا ثقه فيهم وخذوا الثقه نتاعهم، والحمد لله يا ربي معناتها ربي وفقنا ووفقهم باش قاموا مباراه طيبه واداء طيب، وانتصرنا على نيجيريا، وان شاء الله ربي نواصلوا بالموتيفاسيون هذه، نواصلوا للتورنوا ونمشيوا لبعيد ان شاء الله. المطلوب في المقابله الجايه يا سي هشام؟ والله احنا اليوم فرحانين، اما غدوه باش الجهود الكل نتاع المسؤولين والاتحاد معناتها الاطار الفني والاطار الاداري واللاعبين باش يبداوا يدخلوا في المباراه الجديده ان شاء الله تاع بوركينا فاسو. نحترموا المنافس كما احترمنا نيجيريا، لازمنا نحترموا زاد بوركينا فاسو. بوركينا فاسو معناتها جمعيه زاد عندها مدخول في كره القدم، وكانت باش تعدى الفينال معناتها باش تعدى للماتش دابوي نتاع الواحد اللي تحدث عليها الكونغو بالريزيرف، حتى فما صارت اشكاليات صغار، اما نعرفوا اللي بوركينا فاسو جمعيه معناتها محترمه ولازم نحترموها. اسبقيه معنويه. عندنا اسبقيه معنويه والله مش برشا، خاطر احنا في النانكاردو فينال في 2015 توا رابع بطوله افريقيه خسرنا معها في النانكاردو فينال، معناتها دونك يفوزوا في معناتها من جمعيه هذوما. انا نتصور اللي لازمنا نحترموا المنافس، نحضروا كما ينبغي، وبحول الله ان شاء الله معناتها نواصلوا في نفس النسق في نفس الوتيره، ونرجعوا زاد الجماعه اللي بالكوفيد معناتها الملاعبيه يرجعوا على القيله يعاونوا اصحابهم، وقدره ربي ان شاء الله يتم ونواصلوا لبعيد في الدوره هذه ان شاء الله. مشكور.